بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. حمدي الجاسمي من لجنة الإعلام لإعادة المؤتمر. فما بعض يعني عائلات المفقودين في إيطاليا في جاءوا لهنا حابوا يشوفوا معنا مع رئيس الحكومة المشكلة. ورئيس الحكومة بطبيعته جاي هنا بصفته انه امين عام باش يحضر جلسة نتاع مؤتمر سرية فيها نقاش لوائح فيها كل شيء، ما يدخل حتى حد للجنة، وهذا معهود في جميع الاحزاب وجميع المنظمات. هما حبوا يحكوا معاه وخليه يتعدى بعد. حبوا يحكيوا معاه ولكن كما قلت لك الاجتماع كي يبدا عنده وقت وعنده لائحة وعنده فيش معناها نتاع ابسونس، فما برشا حاجات معناها يلزم يكون حاضر، لازم يكون حاضر في الوقت المناسب. كان تحكينا خرجوا معاه الكورتيج نتاعو، معناها الكارت نتاعو، حتى الكارت ما يدخلوش، هذه معلومه معناها. خرجوا معاه الكورتيج نتاعو، خلطوا عائلات الضحايا، قلنا لهم نشوفوا لكم وقت من بعد كي يخرج كي تكمل الجلسه وتقعدوا تحكيوا معاه. ايفيكتيفمون قعدوا في الصاله الاخرى يستناو فيه توا باش ينجم يخرج ويحكي معاهم خلينا معاهم. لكن بعض الصحفيين حبوا يركزوا على هالعباد هذوما عائلة، وهذا من حقهم، هذا من حقهم. اي علاش صار فما تعنيف للصحفيين وقت اللي حبوا زي يغطيوا الموقف هذا؟ بالنسبه لتعنيف الصحفيين هذه مشاكل فرديه، هذه ملاحظات فرديه. انا كنت في الكورتيج غاديكا حد ما خليته يقربهم، قلت لهم بصريح العباره وهم يقولوا لك يدوروا صحفيين في كل مكان في الموقع هذا ما عدا الصاله الدخلانيه يغطيوا اللي يحبوا عليه وهم احرار. هذه هي صحافه في تونس، ماناش توا نحن باش نجيو نقيدوا. فيصل الناصر عضو مكتب الاعلام حركه النهضه. كان لازم تحكي لنا على شنو اللي صار قبيله. والله اللي صار هو طبعا شيء ما انه يؤسف له حقيقه، يعني هذوما ناس اصحاب مظالم، صحيح المظالم نتاعهم ربما ترجع الى فتره مش قصيره، معناها فتره بعيده شويه، الوضعيه نتاعهم طالت معناها على مستوى المعاناه نتاعهم النفسيه، على مستوى المعاناه العائليه. انت تحكي تويكا على اهالي المفقودين؟ اهالي المفقودين نعم. يعني اللي جاوا حبوا يقابلوا سي رفيق عبد السلام. نقص جبالي حبوا يقابلوا. هما حبوا يقابلوا سي رفيق عبد السلام وزير الخارجيه. وفما شكون طلب منهم مقابله معناها اكثر من مسؤول. لكن اغلبيه معناها طالبوا بمقابله سي عبد الله. احنا بالنسبه لنا قلنا القضيه هذه قضيه معناها قضيه انسانيه بدرجه اولى. ماهيش مجال لا للتجارب السياسي ولا للمزايدات السياسيه. معناها احنا نعتقد انه معاناه الناس هذوما معاناه حقيقيه. هذو امهات يلوجوا على ابنائهم المفقودين، هذو ناس قاعدين يتلاعبوا بهم ربما برشا اطراف، قاعدين يبثرهم في اشاعات اللي معناها تدمر وتحطم الاعصاب وتحطم معناها التوازن النفسي نتاع اي شخص في العالم. الناس هذوما قضيتهم معناها ترجع بالاساس الى فتره الحكومه السابقه نتاع الباجي خالد السبسي. الشخص هذا وعدهم بانه ملف اولادهم معناها في طريقه للحل، اعطاهم وعود كاذبه لا اساس لها من الصحه، وعدهم بانه معناها عثروا على اولادهم وانه قاعدين في اطار مداولات مع الحكومه الايطاليه لفض المشكل الاشكال هذا. اذا به ظهر انه كل الوعود اللي قدمها المسؤولين في عهد الباجي خالد السبسي لا اساس لها من الصحه. الناس هذوما معناها حتى واحد ما يعرف اثر نتاعهم لا الحكومه الايطاليه ولا الحكومه التونسيه، وكل ما قالوه المسؤولين في عهد الباجي خالد السبسي هو من باب المزايده السياسيه او من باب ربما معناها التلاعب باعصاب وتلاعب بمشاعر ناس معناها يعانيين في معاناه حقيقيه. علاش تم التعامل معاهم بالطريقه هذيك؟ هما ناس معناها نفسيا تعبوا وعندها برشا الحكايه، علاش تم التعامل معاهم بالطريقه هذيك؟ هي المشكله احنا ورثنا هالملف هذا، الملف شائك ومعقد الى اقصى درجه. بذلنا كل ما معناها الحكومه بذلت كل ما في وسعها لحل هالاشكال هذا. قضيه ايجاد ناس او العثور على ناس مفقودين ماهيش قضيه سهله، قضيه تحتاج الى جهد كبير، تحتاج الى معناها تعاون كبير بين الاجهزه الامنيه من تونس ومن ايطاليا وربما حتى اطراف اخرى، ولكن الجهد هو متواصل والعمل متواصل لحل معناها لحل اللغز الكبير هذا، ولكن لحد الان ما فماش مؤشرات ايجابيه، مؤشرات تشجع. الناس هذوما قلت لك سبقوا انهم تلقاوا وعود من طرف مسؤولين في الحكومه السابقه، وعود كاذبه ما عندها حتى اساس من الصحه، وربما البعض منهم مش قاعد يتفهم انه احنا حابين نوضحوا صوره، نقولوا انه ما قيل لكم هو غير صحيح، فما حتى مؤشرات تدل على انه يمكن العثور على ناس على الاقل مبدئيا، فمش يعني هذا انه احنا معناها استسلمنا
وقفنا البحث، البحث جاري والعمل على أكثر من مستوى متواصل، واستعنا حتى بمعناها منظمات المجتمع المدني مش فقط معناها على مستوى الأجهزة الأمنية الرسمية، ولكن إلى حد الآن المؤشرات كلها غير مطمئنة، ولزمنا نفهم الناس هذوما وتفهموا الناس ونفهمهم أصلا ونفهم مشاعرهم، ولكن لازم يفهموا الناس هذوما أنه راهو مش مسألة سهلة، مش قضية ستحل بين عشية وضحاها. موضوع التعامل مع الإعلام، صفتك أنت عضو في لجنة الإعلام، كيفاش تفسر لي شنو اللي صار قبلي؟ أنا شخصيا معناها مقدم اعتذاري لكل الصحفيين اللي ربما قال اعتداء عليهم في الخوضة اللي صارت، ولكن لابد من توضيح مسألة أنه تعرفوا احنا في أجواء مؤتمر، ومؤتمر يعني بحجم المؤتمر اللي يديناه، فما مسائل أمنية، فما مسائل تخوف ربما من محاولات بعض الأطراف المشبوهة إثارة قلق أو بلبلة هنا وهناك، فربما رد الفعل من بعض الأطراف اللي أنا شخصيا معناها نحملها مسؤوليتها ربما كان مبالغ فيه. الناس هذوما شخصيا معناها نحملهم مسؤوليتهم، ربما بعض الناس بعض الزائرين اللي ربما ردوا الفعل على بعض الإعلاميين وحاولوا يشتبكوا معهم، معناها هما قاموا من تلقاء أنفسهم الشيء هذا، وربما قلت فما معناها رد فعل مبالغ فيه ومتشنج، هما يتحملوا مسؤوليته، وإن كنت ربما أنا قدم الاعتذار للصحفيين اللي قال الاعتداء عليهم ربما في المسألة هذه، لكن احنا شهدنا حتى صحفيين معناتها من لجنة الإعلام كانت الرياكسيون تاعهم معناها ما عندها حتى تفسير. لا أعتقد أنه فما إنسان مسؤول ربما يقوم شيء عمل غير مسؤول. الناس اللي مارسوا الشيء ذاك ربما هم ناس من الزائرين العاديين اللي جاوا، ربما ناس متعاطفين أو ناس ردوا فعل معناها من تلقى أنفسهم يتحملوا مسؤوليتهم الشخصية الفردية، فهمت؟ ولكن مع ذلك أنا خدت نقدم اعتذاري لكل صحفي ربما وقع اعتذاري، لكن لابد أن نتفهم الأجواء أو الظرف العام اللي صار فيه الأشياء ذيك. الناس متخوفين من مسائل أمنية، من اعتبارات أمنية لأكثر ولا أقل، فرد الفعل ربما الناس هذوم يتحملوا مسؤوليتهم الشخصية.